أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو رأي الدين كذا، ما هو رأي الدين في سيدة تخالط الرجال في الشارع وفي المجالس وهي كاشفة وجهها بحجة أن ذلك عرف بلادها؟ ما هو رأي الدين؟ ما يقال رأي الدين، يقال ما هو الحكم الشرعي، يقال ما هو الحكم الشرعي. وغطاء الوجه للمرأة ليس من باب العرف والعادة، إنما هو حكم شرعي، يجب على المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال وجوبا شرعيا، ولا تتبع العادات المخالفة للحكم الشرعي. نعم.